انك بطولة السوبر دي، بس الحمد لله يعني خدمتي من اول السنة دلوقتي تكسبها، وقدرنا الحمد لله ان احنا نأدي بشكل كويس. احنا برضه كنا مجاهدين بسبب مباراة نادي الزمالك وما لحقتش بعدها ب3 ايام بتلعب نادي سوبر، الحمد لله ولعبت اكسترا تايم. ده دليل اللعيبة واقفة على رجليها كويس، عملنا ريكفري كويس، والحمد لله يعني بطولة كويسة ومبروك لجميع النادي الاهلي. قول لي الماتش حسينا ان هو اتعقرب، رغم ان الاهلي فيه فرص كتير جدا وكان ممكن يخلص باتنين وبتلاته، لكن انتوا كلاعبين شعرتوا ازاي بهذا المشهد، وتحديدا انت كنت على دكه البدلاء ونزلت في اللحظات الاخيره من الشوط الثاني؟ لا اكيد طبعا، انت كابتن حسام كان مقسم الماتش، يعني هو كان مقسم الماتش ان هو كل حاجه عارفها هنبدا ازاي. يعني احنا بدانا الشوط الاولاني متحفظين شويه، الشوط الثاني ضيعنا فرص كتيره، في الشوط الثالث والرابع ضيعت اكتر من فرصه، بس الحمد لله في الاخر ان انت قدرت تكسب بطوله مهمه. يعني دي زي ما بقول لك كابتن حسام كان مقسم المباراه، حتى كان عارف ان في اكسترا تايم، فده كويس الحمد لله. ده دليل اللعيبه واقفه على رجليها، ومبروك بطوله ليلى وغاليه يعني الحمد لله. طيب، تألقت في مباراة الزمالك، أحرزت الهدف الخامس في القمة والهدف الخامس ليك في الدوري. الحمد لله يعني الحمد لله، يعني الكرم من عند ربنا ان الواحد طبعا زي ما بقول لك مباراه الاهلي والزمالك دي بتبقى عند الناس فيها تركيز اكتر، فيها كل حاجه. الحمد لله الواحد بيقدر يسجل في مباراه الزمالك، وكان يامل يسجل النهارده بس ما فيش نصيب الحمد لله. اهم حاجه اللي زي ما بقول لك البطوله. بعد اعلان تشكيل مباراه النهارده قدام المصري، كابتن حسام قعد معاك وكان متفق ان انت ممكن هتبقى استخدمك في جزء من المباراه، عارفين بيبقى في اجتماعات بين الجهاز الفني مع اللاعبين، خاصه ان دي اخر مباراه ليك وانت خلاص خلال ساعات هتبقى في اهلي جده السعودي. لا هو كابتن حسام مش قاعد معايا، هو كابتن حسام قال لي انت مش هتبدا النهارده، هتبقى معايا دكه البدلاء. هو اكيد كابتن حسام هو عنده وجهه نظر، هو مدرب فني، هو اللي بيقول لي مين يلعب ومين ما يلعبش، ومفيش حد بيتكلم في الحاجات دي. هو قال لي انت هتبقى موجود معايا وهبدا ادفع بيك يعني في الشوط الثاني، والحمد لله يعني كان ليا دور لما الواحد نزل. واهم حاجه زي ما قلت لك مش شرط تبدا، اهم حاجه ما بتنزل بتبقى بتأدي بشكل كويس، بتفيد الفرقه بشكل كويس، والحمد لله يعني. مشهد جمهور الاهلي وانت خدت الكاس، انا عايز شفتك انت وليد سليمان ماسكين الكاس سبرنت على التالتة شمال. لا اكيد طبعا، يعني دي حاجه كده حاجه كويسه ان الناس جايه لك من القاهره عدد كتير، وفي عدد هنا في دبي والعين وابو ظبي، فالحمد لله يعني. والناس كمان مباراه مصر بتبقى خاصه ليهم، ان هو كان الناس محملك اكتر من فضلك بسبب الناس اللي توفت في المجزره، فالحمد لله قدرنا نكسب وقدرنا نفرح جمهور النادي الاهلي كله يعني. تمام، كنت واثق ان المباراه تخلص في اللحظات الاخيره من الاكسترا تايم، وهل كنت تتوقع حد يحرز هدف او انت كمان كنت قريب من احراز هدف؟ لا اكيد، انت زي ما قلت لك كنت مقسم المباراه، واهم حاجه ان انت تبقى عارف انت هتكسب. حتى واحنا في اخر الشوط الثاني بتهاجم، وما كنتش مركز ان انت عندك اكسترا تايم، كنت مركز ان انت هتكسب في اخر دقيقه في الشوط الثاني. الحمد لله بدات الشوط الثالث بدايه كويسه، قدرت تحرز هدف، وحتى الشوط الرابع ضيعنا اكتر من فرصه، بس الحمد لله في الاخر ان انت قدرت تاخد اللي انت عايزه من المباراه وهي البطوله. ماذا يعني للاعبين التحقيق الثلاثية؟ وهذه الثلاثية التي تحققت هذا العام لم تتكرر منذ 10 سنوات، فزتوا بالدوري، فزتوا بالكاس، وفزتوا بالسوبر. اكيد كنا نعمل كمان ان احنا نحضر بطوله افريقيا، دي كانت مهمه قوي للاعبين، كان يعني لغايه الرمك الاخير الحمد لله. يعني بضلك في مباراه الوداد هناك اديت بشكل كويس هنا كفرقه، كان نفسنا الرباعيه بس ما فيش نصيب. نامل ان شاء الله زي ما قلت بدانا اهو ببطوله، ان شاء الله عندك بطوله الدوري، عندك بطوله الكاس، عندك افريقيا، ان شاء الله ربنا يكرمنا ولينا نحقق البطولات دي كلها باذن الله. طيب، في الجزء الثاني من الحوار، انتقالك لأهل جدة السعودي، ايه مالك؟ لا اكيد تجربه جديده، تجربه مفيده، راح لنادي كبير طبعا، نادي اهلي جده، نادي من انديه كبيره جدا في المملكه، بينافس الدوري، بينافس على كل البطولات، زي النادي الاهلي لما خد ورك ثلاثيه، النادي اهلي جده كان واخد الثلاثيه. فانا ان شاء الله الواحد يحقق حاجه من خلال زمايله ومجلس اداره والجمهور، وتبقى بدايه مفيده ليا وللنادي ان شاء الله. هسألك بصراحة، لأن جمهور النادي الأهلي دايما بيتابع أخبار الفريق واللعيبة من خلال المواقع والصحف، دايما يعني بيتم تداول أخبار وكتابة أخبار في الصحف عن مؤمن زكريا يطلب الرحيل، مؤمن زكريا يطلب الانتقال إلى أهلي جدة، اللعب في الإمارات الإماراتي، مؤمن زكريا يريد أن يؤمن مستقبله، كل الأخبار دي أنت أكيد بتقراها وبتشوفها. الجمهور ممكن تصدر له رسالة عكس للجهاز الفني واللعيبة بيفكروا فيها بشكل فني، الأمور دي أنت تشرحها إزاي لجمهور النادي الأهلي؟ أنا عايزك توضح المسائل دي للجمهور، لأن الجمهور ممكن ياخد انطباع عنك او انطباع عن اي لاعب اخر بشكل مختلف نتيجة ما يكتب، بشكل انتوا واخدينه بطريقة تانية غير اللي بيتكتب.
لا بص يا محمد، اكيد الجمهور فاهم كل حاجه. ده دليل النهارده الناس بتناديك بتشجعك، بتكلم علي انا شخصيا، بتشجعك لغايه اخر وقت ماتش الزمالك. الواحد الحمد لله كان بيموت نفسه ان هو، وكنت عارف ان انا ماشي، كنت ممكن اريح اقول لهم لا انا لازم اسافر. لا ده من خلال الكابتن حسام وكابتن سيد انهم متفقين معايا ان تلعب ماتشين دول وبعد كده تسافر. فالحمد لله الواحد ادى في الماتشين كويس، ما قصرتش في حاجه. ما اكيد انا كنت عايز اطلع والنادي كان فيه موافقه، فانا لو ما فيش موافقه مني ما فيش موافقه النادي ما كنتش هطلع. بس هو عشان العروض كانت بتيجي الفتره فاتت كتيره، فعشان كده النادي وافق لي. اما الاقي نادي كبير زي اهلي جده فاكيد ما وقفش قدامي. يعني كنت بتقعد مع كابتن حسام البدري في تداول هذه الامور، والفكره انك تلعب 6 شهور في الخليج او في الدوري الاماراتي او الدوري السعودي، وكان في اتفاق او كان في يعني حديث بينك وبين الكابتن حسام في هذه المساله خلال الفتره الاخيره تحديدا. لا هو كان في كذا حديث مع كابتن حسام بس مش دلوقتي، كان الفترات اللي فاتت كان في عروض بتيجي السنه اللي فاتت ايام بطوله افريقيا، فكابتن حسام كان متمسك بيها في بطوله افريقيا بس. فهو ولغاية الحمد لله دلوقتي كمان الحمد لله يعني هي كانت موافقه جماعيه من كابتن حسام وطبعا كابتن سيد وكابتن محمود الخطيب. الحمد لله يعني الناس قدرت موقفي، وانا مش بغيب كتير يعني. انا موجود في النادي الاهلي هم 6 شهور او كتير 5 شهور مش اكتر. فالحمد لله ان يعني سايب النادي الاهلي وهو بطوله سوبر ان شاء الله باذن الله. النادي هيحسم بطوله الدوري ان شاء الله، هو عنده دور تاني مهمه بس الاهلي لما بيبقى على اول الدوري ما يعني ان شاء الله بيقدر يحافظ على الصداره. عندنا بطوله كاس مهمه اللي هتفوتني بس هو ماتش واحد في افريقيا، يعني كل الحسابات دي في دماغي وعارفها يعني. مين اللي هتتطغوا من اللعيبه لما تسافر اهل جده؟ لا كلهم بصراحه يعني كلهم خلاص بقينا 3 سنين ولا 4 سنين مع بعض عشره عمر، فاكيد كلهم بوجه لهم التحيه. 3 سنين قضيتهم معاهم ودي الرابعه، فنعمل ان شاء الله اشوفهم على خير تاني باذن الله. مين صديق الغرفه؟ لا السوليه صديق، هو كان عبد الظاهر بعد كده سوليه. السوليه طبعا حبيبي هفتقده كتير، وان شاء الله ربنا يكرمه في اللي جاي باذن الله مع النادي. تجربة اللعب في الدوري السعودي يا مؤمن شايفها ازاي وحاسبها ازاي؟ والدوري السعودي من الدوريات القوية جدا والدوري المتقدم وفيه منافسة كبيرة، وانت هتلعب في اهلي جدة معاك لعيبة مميزة ومعاك فرويد خطير مهاجم منتخب سوريا عمر السومة. اكيد طبعا دوري قوي من اقوى الدوريات في اسيا، ويعتبر ان الدوري مصنف الاول العربيه، فدي هتبقى حاجه كويسه. وزي ما بقول لك النهارده يعني انا متابعهم برضه كسبوا 5 النهارده فبقوا مركز تاني فرق 3 بونت او 4 بونت، فان شاء الله نعمل في بطوله الدوري باذن الله مع اهلي جده السنه دي ان شاء الله. طيب انت اللاعب رقم كام في الدوري السعودي السنه دي من المصريين، الثامن او التاسع؟ قول لي بقى هتلعبوا مع بعض ازاي؟ انت كل مباراه والثانيه هتلاقي واحد بتنافسه، يا الحضري يا متعب يا شيكابالا. عبد الشافي كان معاك بس تم اعارته، لا لكن ما لسه ما تعرفش كبالة عبد الشافي لسه قاعد، لسه ان المحترفين زادوا واحد بقوا 7. تمام، يعني ممكن تبقى مع عبد الشافي. ممكن مع عبد الشافي. اللعب في الدوري السعودي قدام اللعيبه المصريه يعني هيبقى في مباريات كتيره هتبقى جدا، منافسة اكيد. وعندك كهربا خد بالك كمان كهربا في اتحاد ديربي جده. فهتبقى منافسة شريفة طبعا. لعيبة المصريين يعني بسبب الكهرباء ان راح عبد الشافي في الاول الحضري، فهم دول اللي عملوا حاجة كويسة، فعشان كده الدوري السعودي بيجيب لعيبة مصريين. هتبقى منافسة شريفة، وكل واحد اكيد بيلعب باسم ناديه وكل واحد بينتمي لناديه، وان شاء الله يكون الحظ حليفي ان انا في كل لقاءات اقابله ما اكون كسبان باذن الله. طيب مين المباراة اللي هتعمل لها حساب في الدوري السعودي لما تيجي تواجه فريق بيلعب فيه لعيب مصري؟ الحضري ولا لا اكيد كلهم، اكيد الدوري السعودي كله قوي ما ديربي جدة تعرفش. اتحاد والاهلي قدام كهرباء. اكيد ديربي جامد، نامل ان شاء الله. زي ما بقول لك انا بلعب ان شاء الله باذن الله من خلال زمايلي ومن خلال الجمهور نلعب على طول الدوري، يعني كل الماتشات بالنسبه لك هتبقى قويه بدل انت عايز تلعب على دوري، كل الماتشات هتبقى ده قويه. اخترت رقم التيشيرت في جدة اهلي جدة ولا لسه؟ لا لسه والله لسه ما اخترتش حاجه. طب هترتب امور سفرك، هتسافر امتى وتحضر ازاي وهتقعد مع مين؟ في حد معاك في اهلي جده غالبا عبد الشافي هتقعد معاه ولا لسه الامور دي لا لسه ما لسه ما رتبتهاش؟ اعرفش والله. انا يعني انا المفروض اصلا كنت اسافر لحد بس اجلت عشان ان شاء الله ربنا يرزقني بمواليد جده اول والله مره مبروك. كل ريفي، فعشان كده اجلت، فممكن اسافر لحد بالليل يعني. طيب هتسمي المولود ايه، ولد ولا بنت الاول؟ لا ولد اسميه مالك ان شاء الله. مالك مؤمن زكريا ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليه لك. ربنا يخليك يا محمد. طيب كلمه تحب تقولها لجمهور الاهلي في اللحظات ديت؟ بشكرهم على دعمهم ليا الفترة اللي كنت موجود فيها في النادي الأهلي. إن شاء الله بإذن الله أتواجد مع أهلي جدة، بتمنى إن هم يساندوني ويقفوا جنبي، وإن شاء الله بإذن الله أكون
حاجة كويسة للنادي الأهلي في الدوري السعودي، ونأمل في الرجوع اليوم تاني إن شاء الله. فرصة اللعب في الدوري السعودي هتساعدك على التواجد بشكل أكبر مع المنتخب في المرحلة القادمة، وأنت خلاص مقبل على حلم اللعب والمشاركة في كأس العالم؟ أكيد هو في النادي الأهلي كانت هتساعدني في المشاركة أكيد طبعا. أي حد بيلعب في الاحتراف هتفيده، بس أنا بفرجك في النادي الأهلي كانت أكيد إن شاء الله، يعني أنا ما رحت المنتخب كنت من النادي الأهلي، فأكيد في أهلي جدا إن شاء الله بإذن الله هتكون متواجد مع المنتخب بإذن الله. كلمة أخيرة تحب توجهها لمين؟ للجمهور، وبقول لهم بشكركم، ويا ريت توقفوا مع الفرقة الفترة الجاية، ونتمنى في عودة الجمهور إن شاء الله. بالتوفيق يا مؤمن وسعداء بهذا اللقاء، وبنحنا بنختم التغطية لحدث كبير ومهم لجمهور النادي الأهلي كأس السوبر، فاحنا سعداء بهذا الختام مع لعيب كان ليه بصمة كبيرة مع الأهلي الفترة الأخيرة ومش هتبعد كتير، 5 شهور وترجع. ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. حبيبي يا مؤمن، حبيبي يا تسلم حمد، ربنا تسلم، يخليك شكرا حبيبي جزيلا. حبيبي. مشاهدي قناة الأهلي، يعني قدر الإمكان بنحاول نقربكم من فريق النادي الأهلي ومن لاعبي النادي الأهلي، ونسمعكم بالظبط آخر الأخبار والتصريحات وتوقعات وأمنيات كل لعيب وأهدافه مع فريق النادي الأهلي ورؤيته المستقبلية أيضا كمان مع الفريق في المرحلة القادمة. كل التوفيق لمؤمن زكريا اللي خلاص خلال ساعات بإذن الله هيستقبل مولود جديد، وأيضا هيسافر لأهل جدة السعودي للاحتراف هناك، ونتمنى له التوفيق يا رب في هذه الخطوة لأنه أحد أبناء النادي الأهلي في المستقبل والعودة بعد نهاية فترة الإعارة. لكن بشكل نهائي الاهلي حقق الثلاثيه، فاز بالدوري، فاز بالكاس، فاز بالسوبر. تحيه اعزاز وتقدير للكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي وجهازه المعاون، كابتن احمد ايوب المدرب العام، كابتن سيد معوض مدرب المساعد، كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى، دكتور انيس الشعليه مدرب اللياقه البدنيه، وايضا الكابتن محمد ابو العالي مدرب اللياقه البدنيه. الجهاز الطبي بالكامل بقياده الدكتور خالد محمود، وعلى راس الجهاز الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره اللي بيحافظ على الفريق بشكل كبير وبيحاول يقفل اكتر او اقصى تقدير عشان التركيز والاستعداد لتوالي المباريات سواء في الدوري او الكاس او السوبر، وتحديدا كمان بطوله افريقيا اللي الكل بينتظرها بشكل كبير. لكن النهارده كمان زياره الكابتن محمود الخطيب بعد نهايه المباراه وتواجده في فندق الاقامه واستقباله للاعبين فرد فرد وتهنئتهم على السوبر والفوز بهذا اللقب، وفي وجود ايضا كمان الاستاذ العمري فاروق نائب الرئيس، والاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق، والاستاذ خالد مرتجي عضو مجلس الاداره، وباقي اعضاء المجلس بالكامل حضروا المباراه من داخل مقصوره الفي اي بي في استاد هزاع بن زايد. لكن بالختام اجمل تحيه واجمل شكر وتقدير لجمهور النادي الاهلي، الجمهور اللي موجود في كل مكان، الجمهور اللي بيثبت انه اكثر جماهيريه واكثر شعبيه لهذا النادي متواجد في منطقه الخليج العربي. لو طروا هذا الجمهور النهارده في استاد هزاع بن زايد اكثر من 19000 متفرج هم جمهور النادي الاهلي، فبتتكلم في مساحه اكثر من 80 الى 85% من مدرجات استاد هزاع بن زايد باللون الاحمر، تكتسي باللون الاحمر. وايضا جمهور النادي الاهلي اليوم اللي ضرب المثل في التشجيع والمؤازره احياء ذكرى شهداء احداث مباراه المصري والاهلي كمان كانت من اللقطات الهامه جدا في بدايه هذه المباراه. لكن مبروك للاهلي، مبروك للاداره، مبروك للجهاز الفني، مبروك للاعبين، ومبروك لجمهور النادي الاهلي، ويا رب دايما الاهلي في انتصارات وبطولات حقق الثلاثيه، وننتظر بطوله افريقيا لان الاهلي موضعه ومكانه الطبيعي العوده باذن الله الى كاس العالم للانديه. شكرا على متابعتكم معانا خلال الفتره الاخيره، وهنا من مدينه العين في اماره ابو ظبي كنا معكم خلال هذه الايام لتغطيه كواليس فريق النادي الاهلي، ونتمنى ان نكون خلال هذه الفترة على قدر الحدث وعلى قدر المسؤولية في نقل هذه الصورة الحية هنا من مدينة العين في إمارة أبو ظبي لأجل جمهور النادي الأهلي اللي حريص على متابعة كواليس فريقه في كل مكان، وفي أفريقيا وفي أدغال أفريقيا وفي آسيا في مبارياته هنا في كأس السوبر للنسخة الثالثة والتي تقام هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. ألف وألف مبروك، والقادم أفضل بإذن الله للنادي الأهلي، وإلى اللقاء.